القانون المصري وقانون الأسلحة والذخائر حدد بعض الفئات في المجتمع تقدر إن هي تحصل على ترخيص لسلاح ناري، وحدد أيضا بعض الفئات في المجتمع تقدر إن هي تحمل سلاح ناري ولكن بدون ترخيص. وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل ما يخص السلاح الناري وشروطه، والفئات اللي القانون حددها إن هي مسموح ليها بترخيص سلاح ناري، والفئات اللي القانون حدد إن مسموح ليهم حمل سلاح ناري بدون أي ترخيص. طيب إيه هي شروط ترخيص السلاح الناري؟ أول حاجة، الترخيص بيكون مدته 3 سنوات قبل للتجديد. تاني شرط، إن المتقدم للحصول على ترخيص للسلاح الناري ما يقلش سنه عن 21 سنة. وتالت شرط، إن المتقدم للحصول على الترخيص ده ما يكونش صدر ضده أي أحكام جنائية، ويشترط أيضا في المتقدم إن هو يكون خالي من أي أمراض صحية أو نفسية. ودي طبعا كلها شروط بديهية للحصول على الترخيص. طيب مين الفئة في المجتمع اللي تستحق إن هي تحصل على ترخيص لسلاح ناري؟ قانون الأسلحة والذخائر أعطى لبعض الفئات في المجتمع الحق في ترخيص السلاح الناري. طيب مين هم الفئات دول؟ أصحاب رؤوس الأموال، بعض أصحاب المهن الحرة، الصحفيين، المحامين، أصحاب الأملاك الزراعية الكبيرة، دول اللي القانون ذكرهم ويحق لهم الحصول على ترخيص السلاح الناري. القانون أيضا ذكر بعض الفئات يحق لها حمل سلاح ناري ولكن بدون ترخيص. قانون الأسلحة والذخائر في المادة 5 حدد بعض الشخصيات اللي من حقهم حمل سلاح ناري بدون ترخيص، وهم الوزراء الحاليين والسابقون، موظفين الحكومة السابقين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ولكن بشرط أن يكون درجته مدير عام أو أعلى، والموظفين اللي تم تعيينهم بمراسم معينة، أعضاء الهيئات الدبلوماسية، والأجانب بشرط المعاملة بالمثل، موظفين المخابرات سواء الحاليين أو السابقين، وأعضاء مجلس النواب سواء الحاليين أو السابقين. طيب النقطة اللي بعد كده، إيه هي المستندات المطلوبة عشان أحصل على ترخيص لسلاح ناري؟ أول حاجة، طلب ترخيص سلاح ناري يقدم الى مأمور القسم الذي يتبعه محل الاقامة. 2، صحيفة الحالة الجنائية. 3، بتقدم 4 صور شخصية حديثة، زائد تقديم مذكرة بيتضمن فيها الاسباب لحصولك على ترخيص ناري، تقديم شهادتين من اخصائي بتفيد حالتك الصحية والنظر، واخر حاجة، المتقدم بيكون بالتوقيع على اقرار بعدم وجود رخصة سلاح اخر باسم. طيب ايه هي الخطوات العملية لترخيص السلاح الناري ده؟ اول حاجة، هتتوجه لاسم الشرطة التابع ليك ومعاك كل الاوراق اللي ذكرناها. تاني حاجة، هتسلم الاوراق دي لمأمور اسم الشرطة عشان يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لحصولك على الترخيص، وبعد كده المأمور هيسلمك خطاب معتمد هتتوجه بيه لمركز تدريب حمل سلاح بالمديرية خلال 3 اسابيع عشان يتم اختبارك، وبعد كده هترجع بالخطاب تسلمه لاسم الشرطة مرة تانية عشان يكمل بقية الاجراءات لحصولك على ترخيص السلاح. واخر حاجة، رسوم استخراج سلاح ناري او تجديده بتكون 2500 جنيه. وده كان كل حاجة بخصوص ترخيص السلاح الناري، سواء الأوراق المطلوبة أو الشروط أو الخطوات العملية والفئات اللي استثناها القانون من الترخيص. لو عندك أي سؤال اسأله في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. سلام.